مفهومين، يعني مفهوم الذاكرة ومفهوم الهوية. ما علاقة الهوية بالذاكرة؟ وشكرا. تنظن أنها لا يجب أن تكون هي أيضا مسلمة أخرى مسلمة الفلاسفة، ولكن يجب أن ينطح الإنسان هي نفسها المنطق الصارم، وأن يحللها وأن يبني هويته على أساس منطقه وعقله وتفكره وتفهمه ثم معرفته، لأن العقل إلا لمستهلك المعرفة فإنما ينتج فراغا. ثانيا، الإشكال ديال الهوية عنده واحد الإشكال آخر سياسي، لأن السياسي لا يفكر كالفيلسوف، ليس كل الناس فلاسفة وليس كل الناس يقرأون، وبالتالي يجب أن تكون هوية معينة للشعب حتى يلتف حولها وينطلق من خلالها ويبني نفسه، وإلا تفرق الناس وتشتتوا. إذن كيف نوازن بين هاتين المفارقتين؟ مفارقة أن كل إنسان يجب أن يبني هويته على أساس منطقه وأساس عقله وتفكره، وأن الواقع الأمر وأن ليس كل قارئ وليس كل فيلسوف، ويجب أن تبنى هوية للناس يجتمعون حولها ويلتفون حولها حتى يصطلح حولهم. شكرا. لدي سؤال بخصوص المرجعية الدينية، وكيف يمكن أن تساهم في إبراز هويتنا؟ كيف يؤثر الزهايمر في تأثير جميع الهوية، هوية الشخص؟ إذا خلال تكلم على الذاكرة نتكلم على الزهايمر، كيف يؤثر على هوية الشخص؟ العرض الذي قدمه الأستاذ إبراهيم عرض غني وطرح كثير من التسكيلة التي يجب أن ينتبه عليها الشباب، لأننا في مرحلة حضارية دقيقة جدا. وأستاذ شاسر رغم أنه انطلق من مقاربة فلسفية فقد أثار كثيرا من الأسئلة حول إشكالية الهوية في هذا العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب أن ينتبه أي شاب يعيش في هذا العصر وفي هذا الزمان عن دوره فيما سيقوم به في هذا العالم. وبالتالي هو أثار مسألة ربما يجب الشباب أن ينتبهوا لها كثيرا، وهي الجرأة المعرفية. لن تستطيع أن تساهم في بناء عالم أو أن تعيه وتفهمه وتفهم قوانينه إلا إذا كان لديك جرأة معرفية وإلمام بالقوانين الحضارية الفاعلة في هذه اللحظة الحضارية الكبيرة جدا. فالهوية القديمة لم تعد هي الهوية الفاعلة. نحن في عالم جديد تتداخل فيه ثقافات، تتداخل فيه العلوم التي كما أشار الأستاذ إبراهيم غيرت الزمن وغيرت المكان وغيرت الحدود، ولم يعد الإنسان فقط منتميا إلى جماعته ووطنه وتاريخه، وإنما أصبح جزءا من تاريخ العالم. فإذا وعى هذه الحقائق وإذا وعى أننا في عالم يتغير على المستوى الحضاري، عليه أن يتهيأ هذا الشاب ليكون إنسانا عالميا، ولكن ليس مفصولا عن تاريخه وحضارته وقيمه، وإنما يجعل من قيمه وحضارته وثقافته وتراثه قادرا أن يكون فاعلا في العالم الجديد. الأستاذ تناول الموضوع كان واضحا معنا لكي يخرج من ورطته، من ورطة تحليل البراغماتي لمفهوم الهوية، يعني التجأ إلى التحليل الفلسفي، وما أحوجنا اليوم إلى هذا إلى التحليل في إطار بناء إعادة بناء الذات. لأن أولا ما يغيب عن الفيلسوف وهو العربي وهو إمكانية تشكيل وتشكل للمفاهيم التي ترتبط بمفهوم الهوية، بمعنى أن الفيلسوف أو المفكر العربي يغيب عنه هذا الشطر في إمكانية تأسيس لمفاهيم جديدة تؤرقنا جميعا من خلال الواقع الذي نعيشه، وخاصة ونحن نعيش في عوالم العوالم الممكنة المرتبطة بالعالم الافتراضي، وليست العوالم عوالم الصوفية، ولكن هي عوالم إلكترونية مرتبطة بالإبداع
وبالهندسة المادية. إذن كيف يمكن، هناك إشكالية خطيرة جدا، كيف يمكن للهوية الذاتية أن تنبتق، أن تنبتق من جديد لتؤسس لمفاهيم جديدة استطلاعية نحو الإصلاح ونحو ما أحوجنا إلى الإصلاح، حتى إلى إصلاح الإصلاح كما عرفه، كما عرفه الإصلاح الديني مع المصلحين الكبار في المسيحية مثلا. ما أحوجنا إلى هذا، لا تحضرني الآن الأسماء، ولكن مع مارتن لوتر مثلا، ما أحوجنا إلى زروق، إلى زروق في 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 العوالم الممكنة لما يسمى بالظاهر الصوفي، الظاهر بالمفهوم الأقرب إلى المعنى الفقهي. ولذلك فالمفهوم هو أقرب إلى السيكولوجيا ثم إلى السوسيولوجيا من 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 التفلسف. ولذلك فأنا أشد على الباحث الكريم الذي غامر لكي يعطينا تواليف من ملامح الأساسية لكي نحاول معرفة الذات. إذن هناك أولا مشكلة تبيئة، لأن التبيئة يرتبط بمفهوم بالذات، وهو الأساسي في سيكولوجية الهوية، تأسيس وتشكيل ملامح الهوية. لأننا أولا نحن لم نتعرف بعد عن ذواتنا، الذوات التي تسير بعمق نحو قرون وقرون وقرون وقرون. هل نفضنا الغبار على تراثنا؟ وكيف يمكن أن نواجه المستقبل ونحن أقزام لا نعرف ذواتنا؟ وشكرا لكي لا أطيل. شكرا. السلام عليكم. نشكر الأستاذ على عرضه القيم. سؤالي هو: الهوية المغربية تغيرت وأصبحت ذات قيم جديدة، هل نترك الشباب يبني هوية جديدة أم نحاول التشبث بالقيم الصالحة وننبذ القيم الدخيلة للمحافظة على الهوية العربية المسلمة؟ يعني إضافات أو يعني ملاحظات على الموضوع عموما. ربما يعني سؤال مطروح في هذه الندوة الهوية يعني كيرجعنا لواحد السؤال ربما الذي هو يعني أسبق منه، هو سؤال الإنسان، يعني ما هو الإنسان؟ سأنطلق من مقاربة الدكتور يعني عبد الوهاب المسيري، الذي بين أن يعني في المقاربة أو يعني في الرؤية للإنسان هنالك يعني هذا تعريف أحادي للإنسان، إما وهو اسمها الواحدية، يعني ننظر الإنسان على أنه فقط مادة مثلا، يعني مادة استهلاكية، أو فقط ننظر إليه على أنه يعني روح. وهو بين يعني التركيب الموجود في الطبيعة الإنسانية، ويعني اشتغل على هذا المشروع يعني طوال يعني حياته، واستفاد كذلك من اعمال يعني من سبقوه كيعني عمل الدكتور يعني علي سبيغوفيتش، الذي بين في كتاب الاسلام بين الشرق والغرب التركيب الموجود في الطبيعه البشريه والتركيب الموجود في الطبيعه الاسلاميه، على ان الاسلام هو يعني يمثل هذا التركيب يعني الموجود في الطبيعة الإنسانية. فعلى هذا أقول أن يعني الكلام عن الهوية أو عن الإنسان يعني يمكن أن نتناوله يعني بمستويات. أولا هنالك المشترك الإنساني، يعني الذي بينا في رؤية الإنسان أن الإنسان يعني كائن مركب، يعني وحتى الذين مثلا يعني ذهبوا في منحة روحي فقط في النهاية يعني سيضطرون الى التعامل مع التركيب الموجود في الانسان. فيعني هنالك مشترك انساني جامع، ثم هنالك خصوصيات. اي منظومه موجوده في التاريخ او في الحاضر الا ولها خصوصيات تميزها عن ما سواها، يعني بمعنى انه مثلا اذا اخذنا الخصوصيه الاسلاميه، مثلا خصوصيه اسلاميه يعني بين العلماء عبر التاريخ ممتد من 14 قرن ان هنالك قطعيات لا يمكن يعني هي قطعيات تميز الإسلام عن ما سواه، يعني هي الرؤية التي جاء بها الإسلام للكون والإنسان والعالم والمجتمع. فالإشكال اليوم مع القراءات التي يعني هذا تسمى المعاصرة أو يعني الحداثية، هي الآن
يعني تغير الثوابت الكبرى التي تميز الإسلام يعني عن ما سواه. فيعني ندخل في يعني ندرس رسائل الإسلام يعني السيولة كما يعني سماها يعني الباحث زيمون بوفمان. فيعني ندخل في هوية سائلة في الاعتقاد، هوية سائلة في السلوك، هوية سائلة الإنسان. فيعني هذا يعني لدينا إنسان مضطرب، يعني مضطرب الشخصية، مضطرب الهوية. ف يعني كما قلت أن الإسلام فيه قطعيات جامعات هي المشترك الإسلامي داخل المشترك الإنساني، ثم داخل المنظومة الإسلامية هنالك ضنيات، يعني ما يسميه يعني الأصوليين يعني بالضنيات، وحتى الضنيات فيه نظام، يعني هناك قواعد تنظم هذه الضنيات. فأعطى عبر التاريخ يعني داخل الوحدة الإسلامية يعني خصوصيات يعني داخل الأسر الإسلامية، يعني مثلا يعني في المذاهب الفقهية هنالك يعني خصوصيات. فالإسلام يعني عندما جاء يعني لكل منطقة وجد فيها خصوصيات اجتماعية، يعني أخذها الفقهاء بعين الاعتبار كالعرف والعادة. ف يعني فكرة تنمية الإنسان يعني غير موجودة في الرؤية الإسلامية، عكس ما يقع الآن في يعني العولمة التي يعني هذا يعني فيها فكرة الإبادة لكل مورود ثقافي أو التاريخ. ف يعني أردت أن أميز هذا التمييز، أن هنالك مشترك إنساني، ثم هنالك مشترك يعني في يعني مثلا يعني يميز كل منظومة على حدة، وضرب مثال بالمشترك الإسلامي. وهذا يعني يظهر كثيرا مثلا في وثيقة المدينة المنورة، يعني هنالك ثنائية الفرد والأمة. يعني في الوثيقة المدينة هنالك كلام على القبائل، يعني بمعنى أن انتماء القبيلة ليس فيه تعارض مع انتماء الإسلام، يعني عكس مثلا الدولة الحديثة التي أبادت يعني المؤسسات الوسيطة في المجتمع، يعني الوحدات الاجتماعية الصغرى. يعني نحن نعلم مثلا في المجال المعماري وفي المدن أن حتى في المجال الحضري كانت هنالك خصوصيات، يعني هنالك نسق جامع للمدينة، وهذا النسق خاص بكل مدينة، لكن هذا النسق الجامع والكلي لا يعني لا يمنع تفرد كل بيت على حدة مثلا، ويعني أنك يعني البيت المفرد ثم الأحياء الصغيرة. يعني مثلا كان هنالك مسجد الحي والجوار، فران الجوار، حمام الجوار، يعني هذه مؤسسات يعني هذا تسمح بنوع من الوحدة الاجتماعية، ثم يعني مسجد المدينة يعني دي هو الجامع. فالفكرة هو أن يعني في الطبيعة الإنسانية فيها تركيب، وأنا ضربت بالنظرة الإسلامية، وأن كل منظومة إلا ولها يعني قطعيات يعني ويقينيات. فإذا أزحنا هذه اليقينيات فيعني ندخل في عالم السيولة. فأنا فقط يعني أردت أن أنبه على أن بعض القراءات المعاصرة أو الحداثية هي نصف لهذه الخصوصيات التي تميز كل منظومة على حدة. شكرا.